اليوم ما رح اقدر اعطيك مفاتيح الغرفة هون، رح تقعد مقابلي، لانه اذا بصير لك شي فوق انا اللي ببتلي، اما اذا بصير لك شي هون بحملك بحطك على الدرج بقول ما بعرفه. شكل عم تخلص مدتك اخي يوسف. انت غير شكرا، انت انسان محترم. اخي يعني لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، انا والله بدي ساعدك بس يا اخي مشكله. معك حالك، انا صار لازم لاقي حل لمشكلتي وبصير ضل هيك. بصير اخي بتعرف شو؟ راح اعطيك مفاتيح بيتي وهيك ما حدا له علاقه فيني بنوب. ما في داعي، في داعي، ما بدي احرجك الله يخليك. لك لا تحرجني ولا بحرجك، اول شيء انا وثقت فيك. انت حدا مبين من عيونك يا اخي انك حدا ساذج. ثاني شيء ما في شيء ينسرق اخي يوسف، خذ راحتك. اخي سويل فينك تدبر لي شغل؟ يعني ما بدي مد ايدي لحدا. والله بشوف لك بس المشكله دوامي ليلي. خلص بكره بسالك تكره. هيك اي شغله، هي شغله عرفت يعني، المهم دبر فيها اكل. يعني لا رح شغلك وزير ولا رح شغلك مدير، رح مشي لك امورك. اخي يوسف لا تزعل مني، انا 50% من حكي مزح. ولا يهمك، بسيطه بسيطه. الصراحه قد ما كانت بتجرح احسن من التزلف. صحيح. منيحة هي؟ ممتازة. يسعد مساكي ست ام نور. اهلين ابو عصام، تفضل. الله يزيد فضلك. الحقيقة انا مالي عارف كيف بدي افتح الموضوع. أنا كتير 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 محروج منك. خير؟ صبي بدي جوزه بهالكم يوم. ألف مبروك. يعني نحن بنفرح لفرحتكم، بس من شو الإحراج يعني؟ بده البيت، من شو الإحراج يعني؟ نور ولا حرف. معها حق بنتك، معها حق. أنا كتير محروج من شان البيت. طيب يا أبو عصام، رح دور لي على بيت ورح فضي لك البيت هاد. حلو كتير، من شان هيك أجرة هذا الشهر ما بدي إياها، سامحي. لا، نحن ما منقبل أجرتك ورح تاخدها على الآخر. طيب أودعناكم، تصبحوا على خير. والله كنت بدي أقول لك خلينا ننتقل من هون. لا ما شو فيقوا على القصة هلا، بس نرجع بابا لازم نسافر، ما لازم نضل هون. بس يرجع ابوكي ما رح نبقى ولا دقيقة هون. بس المهم هلا نعرف وين بدنا نروح لبين ما نلاقيه. هلا حبكت معه يجوز الصبي؟ العمى شو غليظ.